تولت مجموعة فنانين من بولندا مهمة رسم جداريات على الحوائط في قرية بلغارية أملا في جذب السياحة. ونقل هؤلاء الفنانون فن الشارع إلى قرية تبعد نحو 180 كيلومترا من العاصمة البلغارية صوفيا، والقرية لا يزيد عدد سكانها على 500، أي أقل بخمسة أمثال مما كانت عليه قبل انهيار الشيوعية في منطقة البحر الأسود عام 89. وتعاني هذه القرية قلة المواليد وهجرة الشبان بحثا عن حياة أفضل في أوروبا الغربية. وصل الأمر إلى حد إغلاق مدرسة القرية قبل فترة طويلة، ويأمل الفنانون أن يساعد الضيوف الجدد الماثلون على جدران القرية في جلب السياحة إليها. Я слышу, что это не есть.